بسم الله وعلى بركة الله ينطلق حضورنا الكريم مشاهدينا الأعزاء، ينطلق الشوط الثامن المخصص للقعدان المفاريد من مسافتنا هي الكيلو والخمسمية متر الفاصلة عن ناموس هذا الشوط. نبدأ مع الصدارة، نبدأ مع المركز الأول الذيب، مع الصدارة مع محمد بن راشد بن ثلاب بن جلاميد الهاجري يقدم لنا الذيب. ثاني المراكز، ثاني التحديات الحذر محمد بن سعيد بن محمد الصياح المري. ثالث المراكز وصلنا هملول علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية مع ثالث التحديات. رابع المراكز، من وصلنا مع الرابع المراكز الكايد زيد بن عبد الهادي بن زيد بن انديله. خامس المراكز وصلنا مع خامس المراكز الذيب محمد بن عبد الهادي بن محمد آل جهيم المري، لكن نعود مع الصدارة مع المركز الأول، مع البداية مع الذيب. مع المركز الأول محمد بن راشد بن جليميد يقدم لنا الذيب مع المركز الأول، لكن اللي غيرت هنا أو اللي غير مع المركز الأول هنا الحذر محمد بن سعيد بن محمد الصياح المري يقدم لنا الذيب. بينما السناري قادم، السناري مع المركز، مع المركز الثاني هنا الجنيه مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري يقدم لنا الجنيه. الله الله. بينما دالوب مع المركز الثاني، دالوب مع ثاني المراكز مع محمد بن حمد بن محمد اللنقح المري، لكن 14 قادم، لكن تهانينا والناموس لمالك الجنيه مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري من حقق ناموس هذا الشوط. السلام لأهالي الجبالية لناموس الجنيه وتحقيقه للمركز الأول مع مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري. ثاني المراكز وصلنا مع ثاني المراكز حامي سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور. ثالث المراكز وصلنا دالوب مع محمد بن حمد بن محمد اللنقح المري. رابع المراكز وصلنا فخر مع محمد بن صالح بن سالم النابت المري. خامس المراكز هملول مع علي بن سالم بن السنيد بن محمد الدعية. نشوف وإياكم، نشاهد وإياكم ملخص هذا الشوط ومن حقق ناموس هذا الشوط. هنا الجنيه مع مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري، توقيته الزمني 2:14 ثانية 11 جزءا 100 ثانية. تهانينا والناموس لك يا مالك الجنيه. ثاني المراكز وصلنا حامي مع ثاني المراكز مع سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، توقيته الزمني 2:14 ثانية و29 جزءا من الثانية. ثالث المراكز وصلنا دالوب مع ثالث المراكز مع محمد بن حمد بن محمد اللنقح المري، توقيته الزمني 2:14 ثانية و63 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.